شنو هما الامور اللي خاصني نتعلم باش نبدا من الزيرو؟ اول حاجه خاصك تعلم لها باش دير الاي كوميرس لوكال هو تحسب بعدا. اول حاجه هي الحساب، حيت فهمتي عندك بزاف ديال لي ميتريكس اللي ما واضحينش، بحال هكا ملي كيجيك الكوست في فيسبوك ولا في تيك توك كتكون وراه الكونفيرماسيون، كتكون وراه الليفريزون، فهمتي؟ دوكو الكوست ديالك ما يمكنش تحكم عليه باش تعرف راسك واش رابح ولا لا، حيت تقدر تكون كدير ارقام زعما كتبيع ولكن ما رابحش. دوكو اول نقطه هي كيفاش تبرايسي الماكس ديال الكوست اللي ما خصكش تفوت، فهمتي؟ على حساب الكونفيرماسيون، على حساب الليفريزون اللي عندك. وعاد ديك الساعات دوز للادز. الادز خصك تكون كتعرف بعدا شنو هو السي بي ام، شنو هو السي تي ار، شنو هو السي بي سي، شنو هي الكونفرجن ريت، هادشي كامل خصك تكون عارفه. عارف بعدا السميات عاد تعرف كيفاش داكشي كيفاش كيدير. نورمالمون بديتي بالادز، كنصح زعما يتفرجوا الدراري في يوتيوب العيبات، يفهم شنو هو السي تي ار، كيفاش كيطلع السي تي ار، شنو خص يكون في فيديو باش يكون السي تي ار طالع، على حساب المارشي طبعا. والسي تي ار كيختلف من برودوي لبرودوي، يعني البرودويات ديال الكوزميتيك ولا ديال الهيلث ولا الكادجيت راه فيهم سي تي ار، يعني كاين شي برودويات اللي فيهم سي تي ار طالع، كاين شي برودويات اللي فيهم سي تي ار هابط، يعني ما تفاجئش ما لقيتيش مثلا جوج ولا ثلاثه في شي برودويات. ولكن كيكون الفرق عاوتاني في السي بي ام، يعني كل نيش عندها سي بي ام ديالها. وبالنسبه لهذا الشيء ديال الاس خصك تعرف شحال الميتريكس اللي خصك توصل لهم، مثلا شنو هو السي تي ار اللي خصك توصل ليه في كل برودوي، وشنو هو السي بي سي اللي تخدم عليه. مثلا فاش كيكون عندك شي برودوي شحال خصك تجيب في السي بي سي باش تعرف ان داك البرودوي واش منه ولا ما منوش، فهمتين؟ حيت مثلا نعطيك مثال، عندك سي بي سي 0.1 يعني 100 فيزيتور ولا 100 كليك سير لي غيكون طايح لك بواحد $10 بالافريج ديال الكونفرجن ريت غتكون 3 في المية ولا اكثر ولا اقل، المهم المويان هي 3، يعني غيجيك الكوست واحد $3 شي حاجه. هذا الا كان عندك سي بي سي 0.01، اما الا كان عندك 0.0 مثلا 8 ولا 0.6 الكوست كيهبط، كيبان لك غير من السي بي سي كتعرف تقريبا واش غتجيب الكوست اللي باغي ولا ما غتجيبش الكوست اللي باغي، على حساب. وواحد الحاجه اخرى اللي خصك تعرف في الايكوم لوكال هو مين غتشري السلعه طبعا، حيت راك عارف اي كوميرس راه تجاره الكترونيه، خصك تكون كتعرف التجاره وباش التجاره هي بيع وشري، يعني كتعرف من عند من غتشري بعدا. عاد شوف البيعان راه هو الادس داكشي، ولكن التجاره ضروري خصك تعرف شكون كيجيب السلعه، شكون اللي غير معمر المحل، شكون مثلا شكون اللي غير بحال نقولوا شناق، هي المهم لي غير زعما كي وسط، حيت انت الرباح عندك في المشترى حتى هو ماشي غير في البيع الشراء. وتعرف البروسيس تعرفوا هادشي اللي قلت لك قبل ما تبدا، اما ملي غتبدا راه غادي تتعلم بزاف د الحوايج من غير هادشي. هادشي هو اللي خصك تعرف الستور، تعرف تطلق الاد، تعرف تاناليزي ديك الداتا، تعرف تاخذ فكره على البرودوي اللي خدامين في الانترناسيونال، باش تمشي كتقلب على برودوي كتكون عندك واحد الفكره على شنو اللي خدام وشنو اللي ما خدامش، فهمتي؟ عندك واحد لو، حيت الا مشيتي اول مره غيبانوا لك برودويات بزاف ما تعرفش شنو تعزل وغتلف. دوكو خص ضروري تضرب واحد الدويره في بيست سيلر ديال امازون، بيست سيلر ديال علي اكسبريس، تشوف شويه في الاد ليبراري شنو مطلوق، باش الا مشيتي كتقلب كتكون عندك هذيك لو اللي كتشوف بها هذا فايت شايفو خدام، هذا بحال شي واحد شو خدام، وهذا الشيء اللي خصك تعرف في الاول. دونك كاين واحد السؤال هنا كيقول لك شنو الافضل للمبتدئ في المتجر، واش يتعامل بالنيت او لا يخلط المنتجات؟ المغرب وشنو الافضل، صحه هبوط ولا متجر؟ في المغرب كنصح بستور جينيرال ياك، ومن الاحسن دير بيكسل في الكاتيجوري كيتقاد في جوجل تاج مانجر، كدير الكود وكتعزل شنو غيسوي فيلك، غيسوي فيلك غير كاتيجوري باش ما تبقاش باش الداتا ديالك ما تخربقش، ماشي مثلا تكون خدام في الكيتشن وتمشي لشي الهوم ولا شي لعيبه اخرى وتلقى ان داك البيكسل موارمي بواحد الناس اللي كيبغيو مثلا الكيتشن، فهمتي؟ ما غاديهمش مثلا للطوموبيلات. من الاحسن دير جينيرال باش ما تضيعش الوقت عاوتاني كل مره، حيت المغرب ما كيخدمش على 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 برودوي واحد بوحدو، الا خدم لك شي واحد مزيان خدم على واحد. اما في الاول راه غادي تيستي في جميع النيتشات بزاف الحوايج، تقدر تخدم على بزاف برودويات في نيتشات مختلفين. واصلا الكليان المغربي في الاي كوميرس اللي كنديرو راه ما كيشري من عند باش يقدر ما يكونش عارف حتى سميت ستار، يعني ما كيت اصلا لا تبعتي الداتا ديالك بجوجل اناليتيك، غتلقاه كيدخل غير البروداكت بيج ولا اللاندين بيج
كيشريو كيخرج ولا صافي كيخرج ما كيدورش في السطور الاوردر وكيمشي هذاك الشيء اللي كاين exactly. انت كتجيبو هذاك الانسان اللي كتجيب ما كيكونش داخل بنيه انه غيشتري من ديبار هو راه كيكون غير كيدور مثلا في فيسبوك انستغرام حتى كيطلع ليه واحد الادز هذاك الادز كيكون شويه اتراكتيف كيجبدو للسيت فهمتي دوكو هو راه ماشي غرضو ماشي هو كان كي زعما كيدخل بديك النيه ديال انه من الاول انه يشري راه غيمشي لجوميا ولا غيمشي لشي ماركت بليس حيت لي ماركت بليس عندهم كليان وهذا الشيء اللي كنخدموا فيه حنا ديال الايكوميرس عنده كليان اخر حنا كنخدموا مع الناس اللي عندهم واحد لاشا امبولسيف يعني كيشريو بلا موسم فهمتي وغالبا ما كيكونش كيعرف بزاف هذا غالبا ما كيكونش كيعرف بزاف في الديجيتال وفي يقدر يكون كيعرف ولكن ما كيكونش كيعرف البرودوي حيت البرودوي من لي كريتير اللي خصو يكون خصو ما يكونش معروف الا كان مطلع بزاف راه ما يخدمش لك وخص ما يكونش الثمن ديالو باين عاوتاني